بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقات الفترة الصباحية بأشواطنا المفتوحة لأصحاب السمو الشيوخ والأمراء والسعادة. أجدد لكم التحية مع انطلاقة الشوط السابع لفئة اللقاية بكار، ينطلق بهذه اللحظات من مسافة 5 كيلومترات. الرحلة المتواصلة مع هذه الأسماء المشاركة والباحثة عن الانتصار وعن الناموس، مع الشعارات المتميزة، مع الشعارات الجميلة التي تزين أرضية هذا الميدان. نتابع المنافسة والبداية بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل مع بداية هذا الشوط. هناك المقدمة مع هجر الشحانية العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، يتقدم مباشرة مع المقدمة ويسيطر على زمام الأمور مع تحديات المقدمة، بينما مع وداع المركز الأول، بينما المركز الثاني نتابع المركز الثاني. المركز الثاني الخليجية بشعار هجن الرئاسة عوض بن مبارك المهيري في المتابعة والتضمير، بينما المركز الثالث نتابع القادمة مهيضة بشعار هجن الشحانية الحوت محمد بن خالد العطية، يتواجد في عمق المنافسة والتحدي، يقدم لنا مهيضة على المركز الثالث. المركز الرابع التقدم بهذه اللحظات مع ريمة بشعار هجن العاصفة، غياث الهلالي في المتابعة والتضمير، يتابع تواجد ريمة على المركز الرابع. المركز الخامس القادمة مباشرة إلى موقع التحدي والمنافسة شعار هجن الشحانية، يتقدم سالم بن فاران المري الذهبي، يقدم لنا قصايب على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى المنطلقة والمسيطرة على زمام الأمور في تحدياتي ومساري هذا الشوط، مع الانطلاق ومع التحدي ومع تواجد هذه الشعارات المتميزة بانطلاقتها الموفقة وبمنافستها الشريفة على أرضية هذا الميدان بمهرجان صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نتابع البداية بعدما أتممت على مسامعكم النداء الأول للخمس المراكز الأولى. البداية ما زالت مع الشعار لدعم شعار هجر الشحانية، يتقدم مباشرة يسيطر على زمام الأمور بقيادة وداع سلطان بن محمد وهيبي العملاق، يتقدم مباشرة إلى صدارة الشوط، بينما المركز الثاني مهيضة تصل إلى مقدمة الشوط مع تحديات. المركز الثاني بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتواصل في تحدياته، يتواصل في منافسته المتميزة دائما وأبدا هذا الشعار. المركز الثالث تتقدم بهذه اللحظات صعايب الشعار هجن الشحانية، يحتكر الثلاث المراكز الأولى. المركز الثالث صعايب بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، يتقدم ينطلق مباشرة إلى التحدي وإلى المنافسة بهذا الانطلاق وبهذا التحدي. نتابع المركز الرابع بهذا الانطلاق وبهذا التحدي، نتابع هجن الرئاسة تتقدم بهذه المنافسة وبهذا التحدي بهذا الانطلاق. بهذا التحدي وبهذه المنافسة المشرفة هجن الرئاسة تتقدم مع شعار عوض بن مبارك المهيري، يقدم لنا الخليجية بهذه المنافسة الخليجية على المركز الرابع. المركز الخامس هنا تتقدم ريمة بشعار هجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي للمتابعة والتضمير، يتقدم للمنافسة وإلى التحدي من أجل الانتصار ومن أجل الناموس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المتقدمة والمتنافسة من أجل الناموس ومن أجل الانتصار، ولكن القيادة والريادة مع انطلاقة مهيضة بشعار هجر الشحانية محمد بن خالد العطية، متابعا منافسا لهذا الشوط بقيادة هذه الانطلاقة مع مهيضة. المركز الثاني العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، يقدم لنا شعار هجر الشحانية مع وداع على المركز الثاني، تتسلل إلى المقدمة ولكن
اختلط الحابل بالنابل، هجن الرئاسة تتقدم مع أبو الجمايل، ولكن هجن العاصفة أيضا تغير مسيرة وانطلاقة هذا الشوط من صالح الشاهنية بشعار هجن العاصفة. غياث الهلال يتابع هذا الانطلاق وهذا التحدي على المركز الأول. المركز الثاني هجن الرئاسة مع سيوف علي بن جميل الوهيب الظافر مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، غصايب تتحرك، تتحرك غصايب بشعار هجن الشحانية. الذهبي سالم بن فاران المري يتواجد في عمق المنافسة والتحدي المركز الرابع. نتابع القادمة ريمة بشعار هجن العاصفة. غياث الهلال يتابع هذا الانطلاق، هجن الرئاسة تتقدم مع عوض بن مبارك. المهيري يقدم لنا الخليجية بهذه المنافسة المشرفة، ولكن غصايب 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 مع البداية. هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري يتسلل مباشرة إلى البداية وإلى التحدي وإلى الإنجاز مباشرة. يتقدم الذهبي سالم بن فاران المري مع غصايب شعار هجن الشحانية. العاصفة تقترب هذه اللحظات، هجن العاصفة بقيادة الشاهنية. غياث الهلالي سيوف على المركز الثالث بشعار هجن الرئاسة علي بن جبيل الوهيبي، ولكن غصايب غصايب واللحظات الأخيرة تنفرد في مقدمة الشوط وتحقق الإنجاز. النقطة الثانية برصيد شعار هجن الشحانية. يتقدم الذهبي سالم بن فاران المري، سلام وتحية واحترام إلى هجن الشحانية بهذا الانطلاق المتميز والأداء الجميل الذي تقدمه غصايب مع اللحظات الأخيرة. حققت الإنجاز وانتزعت ناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للذهبي سالم بن فاران المري، تهانينا. والناموس المركز الثاني، الشاهنية لهجن العاصفة. المركز الثالث الخليجية لهجن الرئاسة. المركز الرابع سيوف لهجن الرئاسة. المركز الخامس وصلت ريما لهجن العاصفة. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، كما شاهدتم معنا المنافسة بتحديات وانطلاقة هذا الشوط، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز غصايب وتحقيقها للإنجاز. تهانينا للذهبي سالم بن فاران المري من غاد غصايب إلى خط النهاية معلنة الناموس والفوز بهذا الشوط. تهانينا ومبروك. جاءت بتوقيت زمني وغدر من مسافة 5 كيلومترات، 7 دقائق 35 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا للذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني جاءت الشحانية بتوقيت زمني وغدر 7 دقائق 37 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي. المركز الثالث جاءت الخليجية بتوقيت زمني وغدر 7 دقائق 37 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا إلى عوض بن مبارك المهيري على فوز الخليجية في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.